تبيع لنا واحدة؟ لا لا ليش؟ ما حقادي ابيع. طيب عطنا واحدة كذا. ها؟ عطنا واحدة كذا. اعطيك حاجة ما حقدها يا شيخ. ما في شيء، قول له ضاعت. اقول له ضاعت؟ ما حرام، بعدين في ضاعت الشبر فيه ضاع. ها؟ بعدين لما نحطوه في الشبر ده كذي. ايش هو الشبر؟ الغبر، بعدين فيه حاجة زي ما ضاعت. ما فيه حاجة زي ما ضاعت. يعني حساب هناك. الله حساب اسير. طيب ايش رايك بالله فقره من ترى سالح ذهب؟ تحس مرتاح نفسيتك؟ ايوه انت مش طبيعي يعني مرتاح نفسيا الحمد لله. صح وياكل من حلال محلال مرتاح نفسيا. لا لا طيب بس عطنا واحده بس يا شيخ. يا شيخنا والله يريد. الله يرحمه. زي السما للوطن. حطها في صندوق. زي السما للوطن. كيف زي السما للوطن؟ السما والوطن قريه قراب بعض؟ لا بس انا كان بديك ناجي. يا شيخ. والله. ليش؟ لو انا اديتك نعجة السما والوطن تنطبق سوا تكون يعني اقرب بعض. نعطيك 200 ريال. مستحيل يعني مستحيلة من السما والوطن تكون مع بعض صح؟ نعطيك 200 ريال. والله كان تعطيني 200 الف. يا شيخ. والله رب الكعبة. 200 الف ما اعطيك ليش؟ ليش؟ ما حد شايفك هنا يا شيخ. حق مين؟ اقول ما حد شايفك وما راح نعلم احنا. ها؟ الله بقى تشوفني؟ انا اشوفك سبحان الله. بعدين بتحاسبني انت ولا حاسبنا ربي؟ مر ابن عمر على رويع غنم في صحراء فقال له امتحانا بعنا من هذه الشيا. فقال انا مملوك ومؤتمن، انا مملوك ومؤتمن. فقال ابن عمر ممتحنا ايمانه قل للمالك اكلها الذئب. فقال رويع الذي امتلأ قلبه خشية من الله وماذا اقول لله، ماذا اقول لله ان قلت للمالك اكلها الذئب؟ فماذا اقول لله؟ ماذا اقول اذا نطقت الجوارح والاركان؟ فبكى ابن عمر وارسل اليه من يعتقه وقال له كلمه اعتقتك في الدنيا، كلمة أعتقتك في الدنيا أسأل الله أن تعتقك يوم أن تلقاه.